نروح لقصة تانية خالص بقى، نروح لصور متداولة على السوشيال ميديا. الصورة الأولانية اللي سمكة، سمكة ماكريل زي ما حضراتكم شايفين. بدأ واحد بينظف، بيفتح سمكة صياد يعني، بيفتح سمكة كده بينظفها، سمك الماكريل، فلقى جواها اللون، المادة الزرقاء دي، مادة زرقاء لونها كده ايه غريب شوية يعني، حتى مش البطارخ يعني، البطارخ ده مش لون بطروخ يعني. فافتح واحدة، يفتح التانية، يفتح التالتة، فلاقي الشكل ده او المادة الزرقاء اللي لونها غريب دي موجودة في سمك الماكريل. ايه القصة؟ ايه الحكاية؟ ايه حكاية المادة الزرقاء دي؟ وش معنى في الماكريل ما طلعتناش يعني في البلطي ولا في البوري؟ نسأل الدكتور يوسف العبد، خبير الزراعة السمكي واستاذ امراض الاسماك. دكتور يوسف مساء الخير، اهلا بحضرتك. مساء الخير يا عمرو بيه والساده المشاهدين. اهلا وسهلا بسيادتك. ايه يا فندم تفسير حضرتك للماده الزرقاء دي؟ دي مش بطروخ يعني. لا هو مش بطروخ، هي ماده زرقاء تم تداولها على السوشيال ميديا الفتره اللي فاتت. ولكن احنا عاوزين بس نقف عند بعض النقط الهامه اللي احنا ممكن نقدر نحدد بطريقه علميه وطريقه منهجيه. ايوه اتفضل. اول حاجه احنا عاوزين يعني، هل النوع السمك المكري اللي موجود ده، هل فعلا الاسماك دي كانت موجوده في مصر؟ يعني اللي نشر الفيديو ده، هل هو فعلا موجود في مصر؟ هل الاسماك دي كانت موجوده داخل مصر عندنا؟ الاهم من كده ان احنا عندنا هيئه المحاجر وهيئه سلامه الغذاء في المطارات المصريه والموانئ المصريه بتقوم بفحص شامل ظاهري ودقيق ومعملي على اي واردات للاسماك والاغذيه الوارده من الخارج. احنا اولا احنا عندنا ماكريل في مياهنا الاقليميه ولا معظمه بيجي من بره الاول دكتور؟ 99% من اسماك الماكريل حوالي 30 نوع. تمام؟ اشهرها واكثرها تداول اسماك الماكريل الياباني. انا بتكلم على المصري، انا بتكلم على المصري. النروي. احنا هنا في مياهنا الاقليميه في الاحمر بحر ابيض يعني، ونادره جدا نظرا لعدم تعيشه في بيئه البحر المتوسط. يعني كويس قوي يعني، حضرتك بتقول ان بشكل كبير جدا جدا قد لا تكون هذه الصوره هي من بصوره قطعيه الاسماك المكريل دي مش من البيئه المصريه، مش من البيئه المصريه. طيب دي وارده من الخارج، واحنا عاوزين بس هل يعني، بس مش اي شيء يتم تداوله نقدر نفهمه. طب ايه الزرقان؟ طيب ممكن يكون الزرقان ده شيء عادي وقد يكون شيء خطير، فايه سبب الزرقان ده؟ لا ولا شيء خطير ولا حاجه نقدر نحدد، لان في بعض الزملاء بدون تخصص او بدون كده قالوا ان دي كبريتات نحاس. ولكن لما نرجع نشوف تاريخ الماكريل والبيئه اللي بيعيش فيها، بيئه المحيطات وقاع المحيط والتغذيه وعمره كبير 10 سنوات و20 سنه واحجامه من مثلا 100 جرام ممكن توصل 3 كيلو 4 كيلو السمكه الواحده، نقدر نقول انها اصلا بتتغذى على الاعشاب البحريه اللي في قاع المحيط، بتوصل اعماق 200 300 متر وبتتغذى على الاعشاب البحريه. الاعشاب البحريه ممكن يكون منها لون، يعني زي ما حضرتك عارف الاعشاب البحريه متعدده الالوان، اللون الاخضر والازرق والبني وهكذا. ممكن وارد جدا انها تتغذى على على طحالب من اللون الازرق، وتم تغذيه الفوج ده او نوع السمك ده على طحالب زرقاء او طحالب خضراء، وده من تغذيتها الطبيعيه، وما فيش مشكله خالص ان هو يتغذى، لان يعني طبيعي جدا اسماك. لكن مش زي ما كانوا بيقولوا بقى دي كبريتات مش عارف النحاس ولا كبريتات المنجنيز وحاجات كده، مفيش الكلام ده، علمي غير دقيق. تمام، كويس التوضيح. لان اصلا كبريتات النحاس بيتم استخدامها للوقايه من الطفيلات الخارجيه بنسب محدوده جدا، واحنا بنسميه الليمت، النارو ليمت يعني. لكن احنا حضرتك بتاكد احنا مياهنا الاقليميه يكاد يكون ما بيعيش فيها ماكريل، مش البيئه اللي بتاعتنا. 99% من اسماك الماكريل بنستورد، ولا حتى في استزراع السمك في ماكريل؟ لا استزراع السمك صعب في البيئه المصريه انك تزرع الماكريل. طيب يعني عشان بس نطمن الناس، لو حد بياكل ماكريل نطمن يعني الصوره دي يعني لحد كبير مش تبعنا يعني، او ما فيش منها اي وجود عندنا او خطوره علينا يعني. شكرا جزيلا دكتور يوسف العبد، شكرا لحضرتك.